اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده، فيديو جديد عن الابراج. وزي ما وعدتكم النهارده هنتكلم عن برج الدلو الهوائي، وهنتكلم عن اهم نصائح وتوقعات وتحذيرات لبرج الدلو لعام 2021. برج الدلو يعتبر من الابراج الاعلى نسبه مشاهده عندنا في القناه، بلس ده برج عمر ابني وبرج رنا اختي، هم الابراج القريبه جدا جدا على قلبي. فبيج هارت يا برج الدلو، انا بحبكم جدا عشان انتم من اقرب ومن اطيب الابراج اللي ممكن حد يتعامل معاها في حياته. طيب برج الدلو، انتوا سنه 2020 كانت سنه اتعلمتوا منها فيها كتير قوي، طلعتوا منها بدروس مستفاده. ما كانتش سنه سهله، بالعكس كان سنه فيها تغيرات، كان سنه فيها تحديات كتيره جدا. بس برج الدلو من الابراج اللي طلع من عام 2020 وعنده دروس مستفادة. فلترت الناس في حياتك، طلعت ناس من حياتك، دخلت ناس جديدة، اتعلمت دروس كتيرة مفيدة يا برج الدلو. كان عندك يعني اتعلمت ان انت تبقى كتوم شوية، اتعلمت ان انت يعني تستعين على قضاء حواجبك حواجبك حواج حوائجك بالكتمان. اتعلمت اهتم بمستقبلك، اتعلمت ان انت برغم ان انت بتحب اللعب وتحب التنطيط وتحب الهزار، بس في سام تايمز لازم يبقى عندك جد، لازم يبقى عندك لازم تهتم، ولازم لازم تكبر دماغك، لازم تهتم بشغلك، لازم تهتم بدراستك. اتعلمت كتير لو كنت بتسافر يا برج الدلو، فالسفر برضو كان من الحاجات الايجابيه اللي ادتك طاقه ايجابيه وعلمتك حاجات كتيره جدا. تعالوا نتكلم عن عام 2021، انا هسميه عام الحب. يعني هو عام الحب، هقول لكم ليه هسميه عام الحب. هسميه عام البركه لان عندكم بركه، هسميه عام المشاركه، هسميه عام المال، هسميه عام الحركه لان عندكم حركه، هسميه عام التغيير، هسميه عام الخير، هسميه عام السفر، هسميه عام التجدد والانطلاق، هسميه عام الشهره يا برج الجدي. بصوا، اول حاجه عايزه اقولها لكم ان برج الجدي هشتهر جدا جدا في عام 2021. هتشتهر اي نوع من انواع الشهره، ممكن تشتهر في مجال عملك، ممكن تشتهر لو انت بتشتغل في الميديا، في السوشيال ميديا عندك شهره، لو انت بتشتغل في ممكن تشتهر في شركتك، لو انت بتشتغل في شركه عاديه تشتغل يعني اسمك هيتعرف، هيوعى لوصيتك يا برج الدلو، ودي حاجه انت بتحبها، انت شخص اجتماعي جدا جدا. شايفه ان علاقاتك هتكبر، هيبقى عندك سلسله علاقات اقوى، عندك علاقات كتيره مع ناس ذوي سلطه او ناس ليها قيمه، فعندك علاقاتك هتكون اكبر. عايزاكم تركزوا على التعليم، على التجدد، على ان انتوا تتعلموا حاجات كتيره جديده في حياتكم. عايزاكم تركزوا على عملكم، على ان انتوا تبذلوا مجهود اكتر. ايه هو عام الاجتهاد، اجتهدوا يا برج الجدي، يا برج الدلو، عشان تقدروا توصلوا للحاجه اللي انتوا عايزينها، اجتهدوا عشان تقدروا تحققوا امنياتكم، ابذلوا المجهود المطلوب. ممكن تكون كنت مقصر في ان انت تبذل المجهود المطلوب منك في 2020، علشان كده يعني كان ممكن حاجات كتيره تعملها افضل، بس انت ما نجحتش انك انت تعملها افضل لان انت ما بذلتش المجهود المطلوب منك. شايفاه عام الاستقرار، يعني انا شايفه عندك استقرار اكتر، سبيشالي للناس المرتبطين او الناس المتجوزين، لا ممكن يحصل استقرار افضل. ممكن تيجي علاقه من الماضي تعكر صفوك، يعني شايفه ان في علاقه من الماضي او قصه حب قديمه ممكن تيجي، وخاصه الناس المرتبطين جديد تيجي يعني تعمل مشاكل ما بينك وما بين البارتنر الجديد بتاعك. يعني شخص من الماضي هيجي يحاول يبوظ لك في شغلك، يبوظ لك في الحب الجديد بتاعك، بس انت هتقدر تتخطى هذه العقبه يا برج الدلو. ممكن اسميه عام روحانيات، عندك روحانياتك هتبقى احسن، هتبقى روحاني اكتر، احساسك. بصوا برج وده سؤال في الحلقه، برج الدلو من الابراج اللي عندهم حاسه سادسه قويه جدا، انت عندك حاسه سادسه، بتقدر تحس بالحاجه، بتشعر بالحاجه قبل ما تحصل، بيبقى عندك يعني حاسه سادسه او عين ثالثه في حياتك، فانا شايفه ان حاستك السادسه هتزيد اكتر. عندك روحانياتك يعني هتبقى اكثر رومانسيه، هتبقى اكثر احساس كده، عندك احساس اكتر، هتبقى عاطفي اكتر. هسميه عامل خير لان انت هتعمل خير كتير وجاي لك خير، يعني انت هتكثر من اعمال الخير، هتساعد ناس. على فكره برج الدلو لما بيجي له اوبورتيونيتي او لما بيجي له فرصه ان هو بيساعد حد عمره ما بيتاخر، بالعكس برج الدلو من الابراج المعطاء الخيره اللي بيحب يساعد الاخرين، اللي ما بيجيلوش فرصه ان انت، انا برج الدلو لو هو يقدر يساعد اي حد ما بيتاخرش لحظه على فكره، يعني هو الحوت والعذراء الثلاثه دول بيحبوا الخير وبيحبوا مساعده الاخرين.
مهمين يعني، اكتر ثلاث ابراج على فكره بيحبوا الحاجات دي، الثلاث ابراج اللي انا قلتها، فهتعمل خير كتير جدا جدا. ناس في بدايه العام انا شايفه ان انت ممكن تكون احوالك بدات تتحسن من اول نوفمبر 2020، ديسمبر هتبقى احسن، جانيوار هتبقى احسن، وهيطلع في كيرف عندك، الا اصحاب العشريه الاولى يعني اللي هم مواليد شهر يناير، عايزاهم يحافظوا على هدوءهم، يخلي بالهم انه ممكن يبقى عندهم تحديات كتيره في اول عام بسبب تاثير زحل، بس انا عايزاكم تكونوا اقوى وانتم ناس قويه، وعايزاكم تكونوا قد التحدي، لان هتقدروا ان انتم تخلصوا من التحدي بنجاحات وتفوق كتير جدا جدا وقوي ليكم يا برج الدلو. عايزه احذر مواليد برج الدلو من العلاقات السرية او العلاقات اللي هي الخفية او العلاقات الغير واضحة، العلاقات السامة، العلاقات مش صريحة، لان هي ممكن تأثر عليك بطريقة سلبية. برج الدلو عندك سفر، يعني كل حد بيفكر في السفر او بيطمح الى السفر او بيسألني في سفر برج الدلو 2021 ولا لا، او في سفر، فانا عشان كده سميته عام السفر، لان عندكم فرص للسفر، لا اما تدرس برا، يا اما تنقل حياتك برا، ممكن تتنقل من مكان لمكان، دراستك ممكن تتنقل لمكان لمكان، شغلك، فعندك نقل او عندك سفر. عايزة احذركم من التجاهل والعصبية، يعني حاولوا ان انتم ما تتجاهلوش المشاكل، ما تتجاهلوش اي حد بتحبوه، ما تتجاهلوش الارتباط، ممكن تجيلك فرص كتير جدا ما تتجاهلهاش يا برج الدلو، خليك متيقظ للفرص الكتيرة اللي ممكن تجيلك في عام 2021. عايزك برضو احذركم من العصبيه، يعني العصبيه دي ممكن تكون سبب في تاخيرك في وصول لحاجات كتير جدا، وان انت ممكن تتجاهل فرص قدامك، سواء فرص عاطفيه او فرص في العمل او فرص في روحانياتك، فيعني خليك متيقظ جدا جدا للفرص، وبطل عصبيه. هو برج الدلو ممكن يكون بقى عصبي اصلا من نهايات 2020، انا كنت بحذر كتير جدا ده الموضوع العصبيه اللي ممكن تكون بدات تزيد عنده. طيب عندكم قصة حب جديدة، وخاصة للناس المنفصلين او للمرتبطين، في قصة حب جديدة تبتدي عندكم، قصة حب بتوعدك بالشغف، بتوعدك بالاستقرار، يعني هتبقى قصة فيها استقرار، القصة دي هتضيف عليك بركة، هتضيف عليك سعادة، هتضيف عليك يعني هتملأ حياتك باجواء الحب، هتبقى قصة حب انا شايفاها قصة جميلة، قصة فيها رزق، فيها كرم، ممكن لمعظمكم تنتهي بالزواج، يعني انا شايفاها اجواء حب رائعة يعني، ففي قصة يعني انا شايفة ان معظمكم قصة الحب اللي هتبتدي سواء منفصل او الناس المنفصلة او الناس السنجل من برج الدلو عندهم ممكن يبقى خطوبة او زواج بسبب قصة الحب اللي ممكن تبتدي معاك، واعتقد ان معظمكم ممكن يتعرف على هذا الشريك في العمل، يعني ممكن فرصة كبيرة جدا في ميتنج في عمل، صدفة في العمل، بس الموضوع هيبقى ليه علاقة بالشغل. اوكي طيب للمرتبطين انا شايفة ان في تواصل اكتر مع شريك حياتك، هتقربوا من بعض اكتر، هيبقى في زي كيمستري ما بينكم، كيمياء ما بينكم اكتر، بس بلاش عنده، بلاش عصبيه، يعني حاجتين اللي ممكن تاثر على حياتك الزوجيه او حياتك مع الشخص اللي انت مرتبط بيه هما تو ثينجز، العصبيه والعند. ماشي يا برج الدلو، برج الدلو يا جماعه بيحطم الارقام القياسيه في العند، قولوا لي تحت الكلام ده مظبوط ولا لا، يعني من اكتر الابراج العنيده اللي دماغها نشفت، انا عندي واحد هنا قاعد جنبي هناك اهو 6 سنين والله العظيم دماغه انشف من عنيد يعني ما بروحش التمرين. انا شايفه المنفصلين عندهم، الناس المنفصله شايفه بتستنوا حب قديم، بس انا شايفه في حب جديد جاي، يعني الناس المنفصله من برج الدلو لو انتوا بتستنوا حب قديم، لا انا شايفه في حب جديد بيطرق الابواب، مش شخص قديم. اوكي عشان السؤال ده في حد ساله في اللايف. طيب في واحده بتسالني في حمل او ولاده، يعني في احتمال كبير او نسبه كبيره حمل، حدوث حمل او ولاده، الناس اللي بتنتظر حمل او ولاده من مواليد برج الدلو. كمان في قصه الحب اللي هتبتدي عندك يا برج الدلو، الشخص ده هيبقى اعلى منك، اما اعلى منك في السن يعني هو اكبر منك، او اعلى منك اجتماعيا، او اعلى منك ماديا، او مختلف عنك في المستوى التعليمي او المادي، فانا شايفاه في هو الابر هاند، او هو الشخص الاعلى يعني. طيب عندكم برضو في ناس ممكن تسيب العمل، بعضكم ممكن يترك العمل بس هيروح لفرصة احسن، يعني في بعضكم الناس ممكن يبقى عندها تغيير في العمل، شايفة علاقاتك بتكبر، عندك تواصلات في الصحة، شايفاك اكثر طاقة، شايفاك البتاعه هتقع يا عمر، اكتر طاقة، عندك حيوية، نشاط، حركة، اكتف يعني، انا بقول ان هو عام الحركة او عام الشهرة او عام التألق او عام اللمعان، هتلمع يا برج الدلو، يعني اي حد ليه علاقة بالشهرة
برج سوري عام 2021 بيوعدكم بشهرة، بيوعدكم بالتألق، اوكي يا جماعة، بيوعدكم بالنجاحات المثمرة. معلش يا جماعة، طبعا برج الدلو مؤثر عليا نفسيا، عشان هو طبعا عارفين هيقع يا عمر، في اكشن بيحصل عندي. يو يا عمر. I'm not برج الدلو. لا you are the برج الدلو. No I'm برج الحوت. انت برج الحوت؟ انت هتشتغلني يا واد، انت ايه اللي وداك لبرج الحوت؟ طيب نرجع تاني، بحذركم من عايزه احذركم من التهور، من الانطلاق الزياده، من التسرع. عايزه يكون عندكم واقعيه اكتر، تكون واقعيه اكتر، تكون اهدى في اختيارك للعروض اللي هتتعرض عليك، ما تكونش متسرع. عايزه يكون عندكم حسن اداره اعمالكم، حسن اللي هو اداره قراراتك يا برج الدلو. حاول تبتعد عن اي حاجه ليها علاقه بالفوضى او التسرع او ارتكاب الحماقات او القرارات الغير عقلانيه، يعني ما تبقاش مش عايزه اتعصب، مش عايزه اسكت يا لساني، اسكت يا لساني. طيب انا شايفه بجد قراءه ايجابيه جدا، مليانه افراح، مليانه نجاحات، مليانه قرارات ناجحه، مليانه تفوق، مليانه تحقيق اهداف، وخصوصا في اخر السنه. انت هتبقى اكثر حظا في نهايه العام، اخر 6 شهور هتبقى احسن من اول السنه، او اول السنه برضه هتبقى حلوه، ممكن يحصل دروب في النص بعد كده ترجع تاني، هتوقع البتاع. انا مش عارفه اركز عشان عمر، انا مش عارفه اقول لكم ايه. عندكم انقلابات واعده برضه، تصالحات مع النفس عندكم. انا شايفاها سنه استثنائيه، سنه واعده فيها وعود كتيره جدا، سنه بتقفل باب فيها عن ماضي، عن مشاكل الماضي، عن ضغوط الماضي، بتبتدي بدايه جديده. انا شايفاها بدايه موفقه جدا، شايفاها سنه حاسمه عندكم، هتتعلموا منها كتير جدا، عندكم دروس مستفاده كتير جدا جدا. زي ما قلت ان الربع الاولاني هيكون صعب شويه، يعني الربع الاولاني، يعني انت كل طول السنه عمال بتطلع، يعني انت هتبقى الاكثر حظا في نهايه العام. عمر على امورك الفلوس شايفاها كويسه، شايف امورك مستقره، عندك مفاجآت، عندك حاجات كويسه، وعندك ممكن يكون مصدرين رزق، يعني ممكن يجي لك الرزق او الخير او الفلوس عن طريق، هيبقى عندك مصدرين للرزق مش مصدر واحد، ودي حاجه كويسه. انا شايفاها سنه تحديات، قلت ممكن الناس المرتبطين او المتجوزين يخلوا بالهم في الربع الاولاني، يعني فرص الارتباط ممكن تكون اكتر في شهر مارس وفي شهر ابريل وفي شهر مايو، وبرضو قلنا في نهايه العام اللي هم شهر نوفمبر وشهر ديسمبر، وبرضو في الصيف، اشهر الصيف. شايفاها سنه حلوه، سنه سعيده، سنه خير، سنه حركه، سنه سفر، سنه روحانيات. استغل السنه دي في ان انت تركز على اهدافك يا برج الدلو، ركز في عملك، ركز في ان انت تحقق كل حاجه بتتمناها. بشكركم، يا رب القراءة تكون عجبتكم، بحبكم جدا 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 يا برج الدلو. قولوا لي ايه اكتر امنية نفسكم تحققوها في عام 2021، وهل انت فعلا بتطمح يكون عندك مشروعك الخاص بجمل بجامد بجانب عملك ولا لا؟ شكرا، بتمنى لكم سنة سعيدة مليانة بركة وحب يا رب، واستعد للحب اللي داخل حياتك جديد يا برج الدلو. ثانك يو، بشكركم، باي باي، مع السلامة.